صلوا على النبي يا جماعه. انا دلوقتي خارج من بيتي عشان اتفرج على متعه الكوره وفي التنافس بتاعها، جمال الكوره في التنافس اللي انا بشوفه في كره القدم. لكن النهارده انا لما اخد مشوار طويل جدا واشوف النهارده النصر السعودي اللي هو حقيقة فريق يكون منافس بشكل قوي في دوري روشن السعودي، والنهارده الفرصه وبيلعب في وسط جمهوره وعلى ارضه وحيته ان هو يكسب، الامكانيات بتقول كده. ما تقوليش اه تقولي القادسيه عندها لعيبه وعندها نجوم وعنده عنده، لكن النصر بيخسر وبيخسر عن استحقاق. واستحقاق مش عشان النصر وحش لا والاداء وحش لا، عشان اللعيبه ما عند... انا حاسس ان ما عندهاش دافع البطوله. في فرق من لعيب جاي يبني مجده الشخصي ويعمل ويعيد امكانياته زي كريستيانو رونالدو ولا ساديو ماني ولا تاليسكا ولا غيره ولا غيره، والعمل الجماعي اللي تلاقيه فريق عايز ياخد بطوله. النهارده النصر السعودي هتلاقي فيه شكل حلو، فيه استحواذ، الامكانيات عاليه، لكن حته روح ان انا هجيب هدف وما اتغلبش واكسب ولازم اكسب فين دي؟ مش موجوده، مش موجوده. ومش حكايه طريقه ومش حكايه مدرب، الموضوع هنا مش حكايه مدرب يا جماعه، مش حكايه مدرب هلعب 4 4 2 ولا 3 3 4 ولا 4 2 3 1 زي ما كان بيلعب النهارده النصر السعودي وفي معظم مبارياته. مش الطريقه هي المشكله، المشكلة عند النصر ان اللعيبة بتلعب لإيه؟ كريستيانو رونالدو بيحط في تاريخ كريستيانو رونالدو، ما بيحطش في تاريخ النصر السعودي. النهارده بيسجل هدف وبيقول لك انا من ضمن الهدافين ولسه بسجل اهداف رغم كبر السن ورغم ورغم ورغم، وعاوز يوصل لألف هدف، فلما سجلهم مع نادي النصر السعودي فهيبقى عندي او في السجل مكتوب لي ان انا بحقق ارقام قياسية كبيرة جدا. لكن الارقام بقى والبطولات عند النادي النصر السعودي فين هي؟ مش موجوده. اللعيبه دي بحد بيقعد معاها يديها محاضرات ان انتوا لازم تاخدوا بطوله وان انتوا يكون لازم تكونوا فريق بطولي. يعني انا بص اقول لك حاجه، انت انا مش باين عندك في الصوره لان انا واخد مشوار طويل ما بين اراضي وما بين كذا وكذا عشان ادور على مباراه اتفرج عليها، عشان اتفرج واتابع الدوري السعودي واقدر ان اكلمك في كوره. لكن لما اجي النهارده الاقي لك مثلا في لعيبه بتلعب اه لمسات حلوه، بس اللمسات الحلوه دي والنازع الفوز مش موجود عند النصر. النصر بيلعب كوره بيقدم اي حاجه في اي حاجه، مش حته ان انا العب واكسب واحقق لفريقي بطوله واكون ان انا مثلا ما حتى في المنافسه مش موجود. النصر السعودي مش موجود في المنافسه، وده يرجع لايه؟ يرجع لان اللعيبه تحس ان كل واحد بيقول انا فين، انا اسمي فين، وده من الحاجات الغلط اللي انت ممكن تلاقيها في كرة القدم. النصر السعودي خسر عن استحقاق، وزي ما بقول لك كده القادسية تستحق الفوز، تستحق الفوز مش عشان هي الافضل، مش عشان هي الافضل لا، عشان النصر في تراخي في حتة ان انا اكون فريق بطولة. اللعيبة ما عندهاش روح البطولة، ما عندهاش ريح البطولة، ريح يعني ما تزعلوش مني يا جماعه. انا النهارده يعني اقول لك انا عايز النصر يكسب، بس يكسب عشان الاقي المنافسه، عشان الاقي الشغل الجماهيري اللي موجود، اللي ان النصر موجود والهلال موجود والاتحاد والاهلي وبتاع. الاهلي النهارده كسب مباراه بالحافيه، الفيحاء بيلعب كره دفاعيه بشكل رخم، بشكل رخم. والشباب النهارده كان نفسي يكسب، بس الشباب عنده غيابات. لكن خلينا في المصيبه اللي بتحصل مع نادي النصر. انت ايه اللي ناقصك؟ ايه اللي ناقص نادي النصر يا جماعه؟ ايه اللي ناقصه عشان يكون في المنافسه؟ هي النقطه اللي انا بتكلم فيها. سيبك من العمل البدني والعمل الفني والعمل كده، الروح البطوليه فين؟ فين؟ القادسيه يستحق الفوز عشان النصر ما عندوش روح البطوله، مش موجوده في الجيل ده. الجيل اللي موجود في النصر او المجموعه اللي موجوده في النصر السعودي دلوقتي ما عندهاش حته البطوله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.